لو رجعت لكلام في الكتب، في كتب السنة المعتمدة، ما بتلقى صحابي واحد، صحابي واحد كان بيقول ينزل ربنا أي ينزل رحمته أو ينزل أمره أو ينزل ملك من الملائكة، أصله ما بتلقى. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول أبدا. فعلم من ذلك إن الإيمان بهذا الحديث وبغيره من النصوص التي أثبتت الصفات، إنك تؤمن بهذه النصوص كما جاءت وما تدخل فيها عقلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبعض العلماء اضطروا اضطرار إنهم يقولوا ينزل بذاته، لأنه لو رجعت للسلف الأوائل الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يا إخواننا بيقولوا في صفات الله بذاته، يعني ما بيقولوا استوى بذاته وينزل بذاته. ليه؟ لأنه ده أمر معلوم عندهم أصلا، وأي فعل أضيف إلى الله فإن هذا الفعل أضيف لذاته تبارك وتعالى. زي ما أنت الآن بتقول خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الأجنة وخلق النباتات، هل بتقول بذاته؟ ما بتقول بذاته، يعني ما بتقول الله خلق السماوات بذاته وخلق الأراضين بذاته، لا، بتقول خلق السماوات وخلق الأرض وهكذا، لأنه ده فعل أضيف إلى الله عز وجل وأمر معلوم شرعا وعقلا. لكن اضطروا السلف، اضطروا إنه يقول بذاته لما ظهرت أقوال أهل البدع من الأشاعرة والماتريدية، البقوا يحرفوا النصوص، السلف اضطروا إنه يقولوا بذاته في الصفات، يقولوا ينزل بذاته، استوى بذاته، اضطروا اضطرار. كويس؟ فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا بذاته كما ذكرنا. فيقول هل من سائل فأعطيه؟ المؤمن يا إخواننا، الزول المؤمن الذي يؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من هذه الأحاديث. يعني أنت هسه لو بتؤمن بهذا الحديث، وأنا أحسب أنه كل الحضور يؤمنوا إلا من شذ من أهل البدع، وذل شذوذ لا عبرة به، من شذ فقد شذ في النار. لو تؤمن بهذا الحديث أنت بتستغل هذه الفرصة. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، ما في ليلة واحدة، كل ليلة تقوم أنت في الوقت ده تستغل الفرصة. دار تعرف التلت الأخير، أيوة، قسم الليل لثلاثة. الليل بيبدأ متين؟ من مغيب الشمس، أول ما الشمس غابت كده الليل بدأ، بينتهي متين؟ عند طلوع الفجر. شوف الساعات دي كم ساعة، أقسمها لثلاثة. آخر ثلاثة، آخر الجزء الثالث من الساعات دي ضيعه التلت، شنو؟ التلت الأخير من الليل. قوم في الوقت ده نادي الله تبارك وتعالى، أسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، استغفر الله عز وجل، توب إلى الله تبارك وتعالى، وانت بتعتقد في قلبك إنه ربنا ينزل وهو نازل في هذا الوقت، تعتقد ولا تشك في هذا الأمر أبدا. أما ديل الصوفية العشاعرة، ديل ما بيعتقد إنه ربنا بينزل في هذا الوقت، وإذا زول ما بيعتقد هذه العقيدة باقي لك حيقوم. عشان تشوف يا أخوانا ذاته سبحان الله، ربنا إذا أراد أن يحرم العبد الخير، شوف ربنا بيحرم العبد الخير كيف، بسبب العبد، العبد لما يضل ربنا بيحرمه من خير كثير. ديل ما بيقوموا، بل بيقوم فيهم، بيقول لك في التلت ناديو، دمنه ده يا ربي الله، لا 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 لا، في التلت ناديو، في التلت نادي منه، وابقى منهم وليهم وخلي الحمالة عليهم، قالوا قوموا صيح لهم. ديل ما بينادوا الله في التلت، لأنه أصلا هم ما بيعتقدوا إنه الله بينزل في التلت. ديل بيقول لك تقوم تنادي الشيخ في التلت الأخير. بالله عليك الله يا أخي، ده
أحلى وقت للنوم، أحلى وقت للنوم الوقت ده بالمناسبة، لما تقوم وربنا يقومك وتقشقش النوم من عيونك وتمشي الحمام وتتسوق وتتوضأ كويس وتنشط، بعد ده كله تقعد تقول يا المكاشفي لا أنا قلت تمام مجنون لو عملت كده، بعد ده كله أنادي المكاشفي هو أنه هو لو حي، لو حي بيكون ذاته مبطح نايم زي الوقت ده جاري له بطارية ونايم، أنا أناديه ما بالك إنه ذول ميت تحت التراب. عشان تعرفوا يا أخواننا العقيدة لما تفسد شوف بتعمل في أصحاب جنون العقيدة الفاسدة، فاستغلوا هذا الوقت وقوموا ادعوا الله عز وجل. نحن بنقول لك قوم نادي الله عز وجل وصيح له الله تبارك وتعالى، ناديه تبارك وتعالى وخلي الحمالة عليه على الله عز وجل ما على أي مخلوق كويس. فده حديث عظيم، ولا يزال ويزال كذلك حتى يطلع الفجر. أول ما يطلع الفجر خلاص وقت النزول انتهى، وقت النزول انتهى. ثاني إلا الليلة البعديها في نفس الوقت الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام التلي تلافير. جدال الصوفية قالوا لا لا، قالوا الله ما بينزل. هس أي صوفي من الجماعة ديل الكبار بالذات، الصغار ديل ما فيهم كتار، الواحد طاش شبكة ما عارف حاجة. الكبار بالذات مما يسمعك تقول الله بينزل ممكن يكفرك بالمناسبة، مع انه ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن يكفرك لانه مشربين العقائد الفاسدة. قالوا لا الله ما بينزل، يا ناس الرسول قال بينزل تقولوا ما بينزل، نجروا لهم قاعدة من راسهم، براهم براهم كده بس، الواحد بيضرب له مهيوبة وبيقعد ينجر ينجر قواعد من راسه. قالوا كل نص أوهم التشبيه، أي نص كان من القرآن والسنة يعني في نصوص الصفات أوهم التشبيه، قالوا فأوله أو فوض ورم تنزيها. دليلكم شنو على القاعدة دي؟ ما عندهم أي دليل لا من القرآن ولا من نجرة، بس نجرة زاي من الرأس. القاعدة ذات باطلة، القاعدة ذات باطلة وعليها لوازم كفرية بالمناسبة، لأنه ما في نص يا أخواننا في القرآن والسنة يوهم التشبيه أصلا، ما في. ليه؟ لأنه نصوص القرآن والسنة حق، والتشبيه حق ولا باطل يا أخواننا؟ كون العبد يشبه الله بالمخلوق ده حق ولا باطل؟ ده باطل بإجماع المسلمين والعقلاء. طيب هل ممكن ظواهر النصوص من القرآن والسنة تدل على باطل؟ الكلام ده بيجي يا أخوانا، الله قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ما في نص في القرآن ولا نص في السنة صحيحة ظاهره يدل على الباطل والكفر أبدا، لأنه إذا قلت كل نص أوهم التشبيه، التشبيه كفر، لأنه من شبه الخالق بالمخلوق ماله كفر بالله. طيب معقول يا أخوانا، معقول نص من القرآن يكون ظاهره يدل على الكفر؟ شوف الكلام ده خطير جدا بالمناسبة، والزول لو التزم بالكلام ده يكفر بالله عز وجل، لأنه كذب على الله تبارك وتعالى وادعى أن ظواهر النصوص من القرآن والسنة تدل على الكفر، والكلام ده ذاته كفر، الكلام ده ذاته كفر. لكن هم القاعدة دي خطوها من راسه، وأنا بحاول أختصر، خطوها من راسه بناه، قالوا نعاين للنصوص بعقولنا، إذا لقينا النصوص دي بتوهم التشبيه طوال نقوم نلقى لها مخرج، يبقى مقياس للصفات ما من النص ذاته، مقياس للصفات من عقلهم، وأي عقل هذا حتى يجعل ميزانا لنصوص الكتاب والسنة؟ يا تعقل ده، ده يا تعقل، يا تعقل ده، عقل الصوفية عقل منو فيهم؟ السمانية ولا الختمية؟ لأنه عقولهم ما واحدة، أي واحد عقله براو، يا تعقل عشان نجعله ميزان لنصوص الكتاب والسنة بالذات في الصفات دي، مسائل إيمان مسائل عقيدة، يا تعقل
كويس؟ دخلوا عقولهم قالوا نعيل النص ينزل ربنا. لا 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 يا أخي، ما ممكن نقول الله بينزل. لا ما ممكن، قالوا لأنه لو قلنا الله بينزل نكون شبهناه بالمخلوق. لا لا يا صوفي يا أشعري، لو آمنت بالنص كما جاء ما تكون شبهت، لأنه لو قلت لي النص ده أنا لو آمنت به وبظهره أكون شبهت الله بالمخلوق، تكون اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام، ولا ما كده؟ تكون اتهمت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو اللي قال ينزل ربنا، ما نحن، ده الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون اتهم النبي عليه الصلاة والسلام. كويس؟ قالوا النظة فيه تشبيه، نقولنا قالوا مخرج، المخرج ده هم بيسموه تأويل، وده ما تأويل، لأنه التأويل الحق الذي عليه الدليل ده اسمه تفسير، تأويل تفسير واحد، المعنى واحد. أما تأويل بمعنى صرف النص عن ظهره ده ما اسمه تأويل، ده اسمه تحريف وتعطيل. كويس؟ أما إذا وجد تأويل بدليل فده بياخذ نفس باب التفسير، عشان كده بتلقى الطبري يقول وتأويل هذه الآية كذا وكذا، يعني تفسير هذه الآية معناهم واحد، تأويل تفسير إذا كان بدليل المعنى واحد، زي ما أنت بتقول الآية دي معناها كده تفسير يعني بدليل، كذلك تقول تأويل كده بمعنى التفسير بدليل، ده ما فيه مشكلة. لكن اللي بيسووا الصوفية ديل ده ما اسمه تأويل، ده اسمه تحريف وتعطيل. قالوا ما نقول الله بينزل بناء على القاعدة الفاسدة أجابوها. طيب ها تسووا شنو؟ باقي شوية ولا كثير؟ قالوا نقول ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من الملائكة، ونرد عليهم بكلمة واحدة إنه كلام كن ده كله من قال به من الصحابة؟ منو قال بالكلام ده؟ منو من الصحابة؟ وأمر الله عز وجل نازل في أي وقت ما في التلت الأخير، ورحمة الله نازلة في أي وقت ما في التلت الأخير، وما في ملك بيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، في ملك بيقول كلام زي ده؟ عشان تعرف النازل ناس غريبين جدا، يبقى كلامهم ده باطل. كويس؟ جاء واحد منهم كذلك الدكتور، كذاك الدكتور الأصلع يدرس قال في أم درمان الإسلامية، اسمه منو الأصلع ذاك؟ أنا نسيت اسمه، دكتور كده أصلع، مين كده ما بعرفه. كويس؟ زول بليد جدا بالمناسبة، قال إذا قلنا الله بينزل في التلت الأخير، قال التلت ده موجود طوالي في الكرة الأرضية، لأنه ناس السودان إذا السودان الآن المغرب، تمشي أمريكا بتلقى الظهر، بتمشي لندن بتلقى المغرب، بتمشي ما تعرف وين بتلقى بالليل. فإذا قلت الله بينزل في التلت الأخير، التلت ده ما طوالي لأنه الكرة الأرضية لافة على حسب كلامه، والكرة الأرضية طوالي التلت فيها موجود طوالي، معناتها الله نازل طوالي، ده على حسب فهمه، وده فهم بليد جدا. والرد عليه سهل، نقول لك يا شيخنا متى ما وجد التلت في أي مكان فأنت أؤمن أن الله نازل في هذا التلت. الكلام ده صعب؟ يعني في السودان مش التلت؟ أي أنا عايش وين؟ في السودان، أنا أؤمن إنه ربنا ينزل في التلت الأخير في المحل اللي عايش أنا فيه. بتاع أمريكا لما يجي التلت في أمريكا يؤمن إنه ربنا نازل في هذا الوقت. بتاع سنغافورة لما يجي التلت هناك يؤمن إنه ربنا نازل في هذا الوقت. تقول لي ما بتجي؟ أقول لك ما بتجي في حق من؟ في حق الله عز وجل؟ تقول في حق الله ما بتجي؟ هاي بالنسبة لك أنت ما بتجي كمخلوق ضعيف، لكن الله على كل شيء قدير تبارك وتعالى. ده الإيمان كده، وإلا أنت تكون مؤمن كيف؟ إذا دار تحشر عقلك الفاسد ده في أي حاجة تكون مؤمن كيف؟ كويس؟ ولسه يا أخوانا الحديث ده فيه لسه شبهات، والتفصيل فيه لسه ما انتهى، لكن أنا بقيف عند هذا الحد إن شاء الله، إن مد الله في الآجال ممكن نواصل فيه زيادة التفصيل. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.